حزب مستقبل وطن أعلن امبارح تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل خوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة. الحزب قال في بيان لي أن هذه الخطوة بتأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات اللي تحققت في مصر على مدار العشر سنين اللي فاتوا في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، واللي قادها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر. الحزب كمان أكد أنه الخطوة دي بتأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء اللي بيقودها سيادة الرئيس، وكمان توفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف طوائفه. احنا معانا على التليفون النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن. صباح الخير على حضرتك. اهلا، صباح الخير يا بيك. لو جينا قلنا دعم الحزب او حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. ايوه. رأي حضرتك. يعني لا، هو في بيان الحزب طلعه، والبيان طالع بعد اجتماعات في الحزب، ودي قناعة كاملة بتأييدنا لترشيح السيد الرئيس لمدة أخرى لاستكمال إنجازات. وإحنا بنتكلم عن قناعة، لأن في 10 سنين فاتوا لازم يدرسوا، وده الوضع الطبيعي. فما بيجي ندرس ال10 سنين اللي فاتوا بنشوف الملفات كلها السيد الرئيس ادى فيها نجاح ازاي. بنتكلم على الارهاب ونهايه الارهاب، وبس الذاكره ترجع بينا كمصريين لورا من 10 سنين كنا بنقول نبقى في بلد امنه بس، ومش عاوزين حاجه ثانيه خالص. وده شعور طبيعي على فكره، يعني مصري او غير مصري بيبقى الامان عنده قبل الاكل، قبل الشرب، قبل اي حاجه في الدنيا، وده وضع طبيعي. أيوة. الأمان ده كلفنا كام؟ لا، كلفنا كتير، غير أرواح ولادنا من الجيش والشرطة، ودول ما بيقدروش بتمن طبعا. إنما كمان كان في تمن، ممكن بس يعني السيد الرئيس والحكومة ما كانوش كل شوية بيقولوا التمن قد إيه، لكن في تمن مالي عالي جدا. دي حرب بالزبط. حرب استنزفت فيها بلد زي أي حرب، زي الحرب اللي عملناها وجهزنا نفسنا 73 بين 67 و73، ما كانت حرب. حرب يعني أسلحة، يعني تدفع فلوس، يعني ميزانية مرهقة 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 من حرب. ما حدش قال لنا احنا بندفع كذا، لأن ده وضع طبيعي إن ألف بيه هو الأمان. إنما مع رغم كده في ال10 سنين دي لا، حصل تنمية في كل القطاعات التانية. ما حدش قال لنا احنا في حرب وانتهينا بقى، ما مش قادرين نعمل حاجة تانية. شوفوا اللي اتعمل في الطرق، شوفوا اللي اتعمل في المدن الجديدة، شوفوا المطارات، شوفوا المواني، شوفوا الزراعة، شوفوا الكهرباء. احنا نقعد نعد؟ لا، دي عذرا للمقاطعة، انتم كحزب متواجدين في كل المحافظات، ليكم قواعد شعبية كبيرة، بتحتكوا دائما بالمواطنين بشكل مختلف، انتم شايفين المواطنين لامسين الاختلاف اللي حصل ازاي؟ بصي، احنا كحزب عندنا حوالي في 80% من قرى مصر واحياء مصر مقرات، ولكن احنا وصلنا الحمد لله لهذا الامتداد والتنظيم. واحنا مش المواطنين في مصر بيقولوا ما احنا مواطنين مصريين. هي قصه ان حتى المعاناه، ما احنا بنعاني باسعار وبنعاني بغلاء زينا زي ما احنا مصريين، احنا قاعدين هنا. مش بنتكلم من انجلترا، احنا كلنا قاعدين هنا. انما هي الفكره، الكلام ده جه ليه؟ احنا حاسبينه، وده اللي احنا بنفهم المواطن واحده واحده. فترقى ابواب، انت عندك ازمتين، قلنا ايه ما فيش حد ليه دعوه بيه. طبعا هنعمل ايه؟ الحرب الروسيه الاوكرانيه والكورونا قبليها. انما الحرب الروسيه والاوكرانيه المواطن لازم، يعني هو اتقال كتير بس لازم بنفهمه، وده اللي بيحصل. يعني القمش بتاعك اللي هو العيش المدعم اللي احنا بناكله والغير مدعم اتضرب سعره في 4، ده بهدلنا في ميزانيه البلد، وضع طبيعي. الزيت اتضرب في 4، البترول اتضرب في 2. ده اللي حصل، هو ده اللي اثر علينا في خطوات.
انما مع التأثير والغلاء اللي احنا فيه والوضع الاقتصادي اللي احنا فيه، ايه الامل بتاعنا؟ لا امل غير عادي. ليه غير عادي؟ على ارض الواقع، لان كل حاجه معموله. حضراتكم في حزب مستوى الوطن يعني على مستوى هذا الامتداد الجغرافي في كل يعني احياء وقرى مصر، هل سيتم توضيح مثل هذه النقاط؟ هل سيتم كيف سيكون ايضا الدعم، وخصوصا في ظل البيان اللي بيؤكد ان احنا عايزين نحافظ على الانجازات اللي تحققت في الدوله المصريه على مدار السنوات العشر الماضيه؟ طبعا ما احنا ما اعلان التأييد الوضع الطبيعي بيبقى كل اللي كان كل الامانات عندنا شغال، يعني ايه شغال؟ يعني بتوصل هذه المعلومات، بتوصلها بصعوبه الى حد ما بسهوله انك متواجد في كل قريه. فانت في القريه ما بتيجي وتقول على الانجازات وبتعمل زي ده تشوف اي مكان وبتتكلم مع الناس ويبقى في طرق ابواب، لان الناس الكلام معاها، وبرضه لازم بنعذر الناس عموما بقى مش 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 في انتخابات رئاسه، لان الوضع الاقتصادي مش سهل. فوانت بتكلمه بتقول له ده بيخلص امتى وبيخلص ازاي وهنبقى ايه بعد كده، لازم ثلاث ارباع الكوبايه اللي مش هقول النص اللي الحلوه اللي موجوده، لان حتى واحنا بنقول له، لان احنا مقتنعين بكده، احنا استلفنا بس فين فلوسنا اللي استلفناها؟ اهي على الارض اهي، اكتر من ما هي كانت موجوده اهي، موجوده عشان التنميه بتاعتك. الكلام ده كله بيتوضح، وده دور الاحزاب على فكره في اي حاجه، انها بتنقل الصوره للمواطن على قد ما بتقدر. اكيد. طيب المواطن اللي حس بالتغيير، المواطن اللي شاف بنفسه في ظل الظروف، في ظل الغلاء اللي كنا لسه بنتكلم فيه، في ظل الحرب على الارهاب زي ما كنا بنتكلمنا، حس بتحسن في معيشته على مستويات اخرى. التنميه مش بس ان احنا تبقى الحاجه يعني رخيصه وخلاص، لكن فكره انه بقى في ملف صحي محترم، بقى في ملف عشوائيات شبه اتقفل خالص، وبقى عندنا مساكن محترمه وادميه، ويعني ما فيش بعد كده ملف حياه كريمه، ملفات كتير قوي لو ابتدينا نتكلم عنها يا فندم. دول ما يعني في مواطنين مش محتاجين حد يقول لهم، في مواطنين كتير مش محتاجين حد يقول لهم احنا بقينا ايه وحصل ايه. ليه؟ لان في ملايين من المواطنين كانوا منسيين واضرعون منسيين، ملايين كان عندهم فيروسي مثلا. صحيح. يعني ماشي في الواقع معانا، يعني عايشين خلاص، الدنيا الحكومه عارفه والدنيا عارفه. فلما نيجي احنا بعد السيد رئيس مؤامر وتم العلاج بحمله غير عاديه ودم القناه على فيروسي، الشخص ده كمصري انت مش محتاجه تقولي له، هو نفسه من جواه يعني عارفه ايه، انت اتنقل من حته لحته. ربنا يكرم الجميع. نفس قصة في العشوائيات، من العشوائيات دي احنا بنشوفها بقالنا 40 50 سنة وبنعدي عليها، وخلاص كانت عيننا على فكرة خدت عليها. يعني احنا كان بس بيعملوا سور لو انتوا فاكرين في حتت معينة كده لو في زيارة، انما عيننا ما ننكرش كانت خدت عليها. ايوه. فكان من اسهل حاجات خلاص برضه، ليه الميزانيات الرهيبة والمجهود الرهيب ده؟ دول برضه في النقلة اللي حصلت الغير عادية. أيوة. اللي موجودة دول مش مش هتروح حي الأسمرات تقول لهم إيه رأيكم في اللي حصل؟ لا، هم شافوا، هم أكتر مش أكتر ناس لمسوا التغيير بالظبط، نقلوا بالظبط. إنما واجبنا برضه إن إحنا وده الأصل في الموضوع، كمان بغض النظر عن الانتخابات، التماسك المصري الكئيب ما بنعدي مرحلة اقتصادية عالمية علينا كلنا. صحيح، هي قصة التماسك المصري دي من أهم النقاط. شكرا ليك النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.